كان اليوم باستضافة الدكتور سهيل الخوي اللي استجاب لنا بوقت قصير جدا ليلقي المحاضرة عن تطور الحياة الموسيقية في فلسطين ضمن برنامجنا لهذا السنة فلسطين حضارة عبر التاريخ اللي مستعرض فيه الجوانب الثقافية والحضارية لفلسطين. السنة هاي بمر 100 سنة على وعد بلفور، 70 سنة على قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، 50 سنة على احتلال الضفة الغربية وغزة. المحاضرة اليوم تتقاطع مع برنامجنا بشكل نظري. يوم السبت كان عندنا فرقة الحنونة اللي قدمت لنا نماذج من الفولكلور والتراث الفلسطيني، إضافة إلى الموسيقى في عنا استضافنا معارض زي المعرض الموجود حالياً أمامكم، معرض أوليا طير مؤسسة الرواة اللي بيحكي عن بيستعرض روايات شفهية لمهجرين من فلسطين من 48، معرض لكريم عبود أول مصورة فلسطينية ببيت البيروتي، معرض لعمار حماش تابعونا على كل وسائل التواصل الاجتماعي. مقدمة قصيرة بس عن الأستاذ سهيل. سهيل هو المدير العام طبعا لمعهد دول صعيد الموسيقي في فلسطين، درس موسيقى جامعة أيوة. طبعا اختصار رح يكون مشحف بالنسبة للإسهامات والمشاريع الثقافية والموسيقية اللي قام فيها. نقدر نذكر بس عدد من الأعمال الموسيقية: مرح في 87، مرج من عام 89، عاشق ومطر بس شوي، الفوانيس والقدس بعد منتصف الليل 2009، ما بدي أطول عليكم، ننتقل مباشرة للأستاذ سهيل. شكرا. مساء الخير. قبل ما نبدأ بحب أول شيء اللي إذا كنتم موجودين هون كانت موسيقى شغالة، هذا تسجيل من تسجيل وصف جوهرية اللي هو موسيقي ومؤرخ فلسطيني. لا، أبو يسر. يسر كانت عايشة هون بالأردن، إذا بعرفها يسر عرني واصف اللي هو أبوها. هذا تسجيل من الأول، يعني النص الأول من القرن الماضي، منقول من المذكرات اللي أنتجتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية. مظبوط، بحب لما بحكي عن الحياة الموسيقية في فلسطين نوه لمجموعة قضايا. أول شيء نقول مرة موسيقى فلسطينية هي جزء لا يتجزأ من الموسيقى العربية، بالتالي بشكل خاص من موسيقى بلاد الشام. بالتالي حكي عن الموسيقى الفلسطينية بمعزل عن هذا التاريخ الموسيقى العربية يكون صعب. ما في شيء اسمه تاريخياً موسيقى فلسطينية، في موسيقى عربية ودي جزء كمان من الموسيقى الشرقية، لأنه كلنا كنا عم نعيش بمنطقة جغرافية موحدة نوعا ما قبل السايكس بيكو، وبالتالي لما نحكي عن الموسيقى الفلسطينية ربما المقصود الموسيقى اللي بألفها الفلسطيني. حتى بهذاك الوقت تاريخيا الفلسطيني هو كمان مش يعني مش شيء هوية محددة وواضحة، يعني اللي كان يتحرك ما بين جنوب لبنان وشمال فلسطين بالنسبة له ما كان يتحرك بين البلدين، كان يكون ساكن بسوريا ينزل يشتغل بحيفا ويروح آخر النهار، فبالنسبة له ما كان هذه موسيقى لبنانية وهذه موسيقى فلسطينية تاريخية. كذلك بالفولكلور بالتحديد، الفولكلور لبلاد الشام كان فلسطين والأردن سوريا ولبنان هو فولكلور واحد، تراث شعبي واحد، واختلافات هي اختلافات جغرافية مش سياسية، بمعنى مش حدود ولكن بالجغرافيا وطبيعة العمل. يعني فولكلور الجبل والحصيدة والمزارع والفلاح هي نفسها بفلسطين وبلبنان والأردن، وفولكلور البادية هو نفسه
يعني بين فلسطين وبلدة الأردن وبلدة سوريا، والساحل نفس الشيء من رفح للنيل. يعني هذا التخالط يعني بالطبع لما تصير تجمعات تنفصل عن بعض بصير عندها خصوصية معينة، بس تاريخيا هيك الموسيقى كانت، حتى الموسيقى الرسمية أو الموسيقى الفنية خلينا نقول كمان هي واحدة، يعني نحن تحت ثقافة عربية واحدة. بالتالي لما نيجي نقول اليوم موسيقى فلسطينية كانت تؤدى بأول القرن العشرين، يعني ما بيختلف هلا اللي كنتوا عم تسمعوه الآن، ممكن يكون هذا حدا قال لي فكرته الشيخ إمام، يعني ممكن يكون مصري، ممكن يكون فلسطيني، ممكن يكون أردني، ما في ما فينا نعرف. وحتى باللهجة مرات مش بالضرورة نعرف إنه هذا الموسيقى أجت من وين، إنه حتى باللهجات مرات في تشابه، أو إنه في كمان مرات الواحد بغني بلهجة مش لهجته لأسباب التسويق أو لأسباب أخرى. يعني زي ما نشوف اليوم مثلا مطرب لبناني بيروح بغني بالمصري عشان يمشي سوقه بالمصري مثلا. الموضوع الثاني لما اليوم بشير للموسيقى الفلسطينية، الأصل الموسيقى اللي كانت تؤلف وتنتج بفلسطين ومن فلسطينيين الشتات اللي كانت تستهدف تجمعات فلسطينية، فما بقصد كل موسيقي فلسطيني ألف، لأنه ممكن فلسطيني اللي هاجر مثلا على فرنسا خلينا نقول وصار يألف موسيقى فرنسية وأصبح جزء من الموسيقى الفرنسية، فهذا لا يعتبر بالنسبة للموسيقى الفلسطينية. كذلك في موسيقيين كتار هاجروا بعد 48 وصاروا جزء من الحياة الثقافية الموسيقية لبلادهم، فبطل في تأثير أو تأثير على المشهد الموسيقي الفلسطيني. القضية الثالثة عم بركز اليوم على الموسيقى الفنية الفلسطينية ومش التراث الشعبي والفولكلور، بمعنى الموسيقى اللي ألفها حدا مش ألفها الناس. فالتركيز اليوم لما نحكي عن الموسيقى هي عن الموسيقى الفنية، بالتالي اللي إلها صاحب، إلها حدا، إن كانت عربية ولا أي شكل من الأشكال. ملاحظة أخرى لما بتناول بتحدث عن الموسيقى اليوم مش عم بعمل تحليل موسيقي للتطور الموسيقي التاريخي، بمعنى كيف كان نوع التلحين، كيف تطور هذا التلحين لشيء ثاني، عم بستعرض نوعا ما وقائع وحالة إيش كان عم بيصير، لأنه موضوع الدراسة الموسيقية بدها تعمق أكثر، بدها كمان مصادر تكون موجودة وللأسف مش كلها موجودة. كمان جدير ذكره أيضا إنه الموسيقى العربية المنتجة في المراكز الموسيقية للعالم العربي، أهمها القاهرة ودمشق وحلب وبيروت وربما دبي مؤخرا، كانت ولا تزال لها التأثير الأكبر والانتشار والاستهلاك الأوسع لدى المستمع الفلسطيني. ما بتشكل الموسيقى المؤلفة من قبل الفلسطينيين إلا جزء بسيط من هذه الموسيقى، ولا يزال المتحكم بأدوات الإنتاج ورأس المال العربي هو من يقرر النوع الموسيقي الذي يبث عبر الأثير، متحكم بالذائقة الجماهيرية بالتالي العربية ومن ضمنها الفلسطينية. رغم ذلك، رغم الدخول الفجأة لأشكال موسيقية مختلفة لفلسطين عبر مراحل مختلفة من القرن العشرين، إننا سنرى لاحقا كيف أن معالم لما قد يؤسس ماهية الموسيقى الفلسطينية وصوت خاص فيها قد يكون قيد التأسيس أو التبلور. والملاحظة الأخيرة أن الموسيقى، لما نحكي عن موسيقى البلد عادة نحكي عن المؤلفين الموسيقيين. المؤدين عادة يعني بيروحوا بيموت، بس اللحن عادة مستمر. فنرجع للمؤلف، وعادة بالعالم العربي في إشكال بهذا الموضوع. نحن بنتذكر أم كلثوم وفيروز أهم من عاصي الرحباني والقصبجي ومن ألف أم كلثوم، بس بعد فترة وخاصة بالمراحل اللي ما كانش المؤدي يسجل، يعني تاريخيا
الموسيقى الأوروبية كانت تعزف، ما بتذكر مين اللي عزف، مين غنى، ومين ألف، ومين هذا، تذكروا إنه هذا بيتهوفن ألفها قبل 300 سنة ولا 250 سنة اللي هو. فالأصل هنا نركز على المؤلفين أكثر من المؤدين، رغم أهمية المؤدين بمرحلة معينة بالأداء الموسيقي. الموسيقى قبل النكبة، المعلومات المضبوط عن موسيقى فلسطين وعن الموسيقيين قبل القرن العشرين شحيحة جدا، وهي حقبة لا تزال بحاجة للبحث. حتى في القرن العشرين فالمعلومات لا تزال أيضا مبعثرة وغير مكتملة، بحاجة أيضا للبحث وتمحيص وتدقيق. أما مع بداية القرن العشرين واصل جوهرية بويلنا، واصل جوهرية خلق سنة 1897، توفى سنة 1973، ترك مذكرات جدا مهمة بروينا عن حياة موسيقية متطورة ذات حداثة في القدس وغيرها من المدن الفلسطينية في ظل الدولة العثمانية، ولاحقا تحت الانتداب البريطاني. ويذكر جوهرية أسماء مجموعة من الموسيقيين الفلسطينيين اللي اشتهروا في ذلك الوقت، منهم فرقة أولاد السباع، مجموعة عديدة من المغنيات. لكن حيث أن الموسيقى العربية هي موسيقى شفوية كانت تنتقل في ذلك الوقت بشكل شفوي، فلم يصلنا من هذه الفترة أي تنميط موسيقي أو تسجيل لمعرفة طبيعة المؤلفات الفلسطينية في هذاك الوقت. إذا بالطبع تسجيل زي هذا اللي سمعتوه من شوية بوصف جوهرية بده كمان تدقيق، ما في معلومات كثير قديش من هاي الألحان كانت إله قديش منها لآخرين. من واضح المذكرات الجوهرية من مصادر أخرى كمان أن فلسطين كانت ممر مهم للموسيقيين المتنقلين من مصر إلى الشام وبالعكس، أن هناك كانت مراكز أساسية أو قاهرة حلب كمان، حيث كانوا هؤلاء الموسيقيين يقدمون الحفلات في القدس ويافا ومدن فلسطينية أخرى. ساهمت دور السينما التي كانت قد بدأت تنتشر في ذلك الوقت بداية القرن العشرين، اللي هو مع ظهور السينما في العالم، ساهمت قطاعات عرض للحفلات الموسيقية لهؤلاء المشاهير منهم كلثوم. هذه ملصق لبدعوا أهالي القدس ليجوا يحضروا حفل لأم كلثوم في سينما عدن القدس. بعرف القدس هذه بالقدس الغربية كانت. هلا هذا ما فيش تاريخ لإمتى الحفل، بس في تاريخ إنه يوم الخميس 28 أول، والمتوقع إنه يكون سنة 31 أو سنة 35، يعني ما فيش غير هيك يوم خميس 28 أول. في تاريخ اللي هو 25 سنة 25، بس مش متوقع لأنه أم كلثوم بهذاك الوقت كانت لساتها يعني بتغني مع أبوها بالطريقة الأكثر تقليدية، ولما هون طلعت مع فرقة كانت أظن بهذاك الوقت، ومعروف إنه هذا بالثلاثينات، هي 31 من 36 كان هذا الحفل. كذلك كمان من العروض اللي من المشاهير العرب اللي قدموا عروض في القدس واليافا وغيرها، محمد عبد الوهاب السوريان سامي الشوه وعمر البطش. عمر البطش كمان أقام في القدس، كان جزء من الجندرية الجنود العثمانيين، فقعد بالقدس فترة وكمان علم واصل جوهرية الموسيقى. وكمان مهم كان بهذاك الفترة قاعد جمعية الشبان المسيحية اللي كانت قد تأسست وبنت في 1933، وأصبحت قاعة تشتدب عروض مهمة، لأنه كانت القاعة الوحيدة اللي يظهر بهذاك الوقت اللي هي مش سينما. طبعاً الموسيقى قاعة معمولة كقاعة موسيقى أهم من قاعة سينما، لأنه عادة الصوتيات فيها بتكون أحسن. في النصف الأول من القرن العشرين حصلت عدة تطورات في فلسطين والمنطقة أثرت بشكل كبير على مشهد الموسيقى في فلسطين. هون راح أضيق على مجموعة من هذه التطورات. دور المدارس المسيحية التبشيرية،
زي ما حكيت بالأول، الموسيقى الفلسطينية كانت هي جزء من الموسيقى العربية، موسيقى تقليدية كانت بشكل عام تنتشر بالطريقة الشفوية، ويظهر أن استعمال النوت الموسيقية كأداة للتواصل الموسيقي لم يأتي إلى فلسطين إلا مع بداية القرن العشرين وتأثير من الموسيقى الأوروبية. كان هذا الكلام مع إنشاء بعض المدارس التابعة للكنائس المسيحية الغربية التبشيرية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث لأسباب لا تسمح هذا المقال المجال للدخول بتفاصيلها، سمحت الحكومة العثمانية الفلسطينية العديد من هذه الكنائس ببناء دور عبادة وفتح مدارس إلها فلسطين. كان لذلك أثر على الموسيقى الفلسطينية، حيث اهتم العديد من هذه المدارس بإدخال الموسيقى كجزء من برنامجها الدراسي، كما اهتم آخرون بتعليم المسيحيين الفلسطينيين الموسيقى ليصبحوا عازفين في الكنائس الغربية التي كانت تستقطب رعيتها من الكنائس المحلية الشرقية. الكنائس الشرقية ما كانت بحاجة لعازفين الكنائس الوطنية الشرقية، لأنه ما كانت تستعمل الآلات في الطقس الكنسي زي الأورغان. أنا بحكي عن كنائس الروم والسريان والكاثوليك، الروم كاثوليك، وهي الطقوس الشرقية، الكنائس الشرقية. بيظهر أن الرهبنة الفرنسيسكان اللي هم كاثوليك لاتين وربانها الإيطاليين كان لهم دور مهم في نقل هذه المعرفة، معرفة التنويط الموسيقي للموسيقيين في فلسطين والتحديد في القدس. كذلك كانت كنيسة الكويكرز التي أسست مدارس الفرنس في رام الله. كما كان لهذه المدارس أيضا الدور الهام في إدخال الموسيقى الكلاسيكية الغربية لفلسطين في أواخر أيام الدولة العثمانية وبداية الانتداب البريطاني لفلسطين. كمان مهم نذكر أن تعليم الموسيقى في المدارس كان حكر على هذه المدارس التبشيرية، لأن رغم وجود 98 مدرسة ابتدائية وثلاث مدارس ثانوية بفلسطين تابعة للدولة العثمانية عند اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914، إلا أن الموسيقى لم تكن ضمن منهاجها بأي شكل من الأشكال. ما في أي أثر بيقول أنه كان في تعليم موسيقى بالمدارس 98 هذه الثلاثة الثانوية. المتتبع ممكن يلاقي وجود لهذه الموسيقى من 1850 موسيقى الغربية بفلسطين، اللي كان وراء المدارس والكنائس الغربية حديث الدخول بفلسطين. أهم هذا النشاط كان الجوقات الكنسية والمدرسية، فتم تأسيس العديد من المدارس البروتستانتية الصغيرة منذ العام 1846. كانت مدارس بكل قرية، في زي مدرسة يكون فيها مثلاً من 10 12 15 طالب بس. 1860 مدرسة شنيلر الألمانية كمان فتحت. هناك دلائل تشير لوجود معلم موسيقى فلسطيني في السمينار التابع للبطركية اللاتينية. السمينار بمعنى المدرسة اللي بتعلم الرهبان أو الأسس أو البطركية اللاتينية، كانت علم يعني خوارم، يصيروا خوارم في الكنيسة. كان اسمه حنا مرتا بموسيقى فلسطين، هذا الحكي من سنة 1850. كمان بنفس هذا العام تم تأسيس جوقة حراسة الأراضي المقدسة، وكذلك كان هناك عازف أردن أرمنية فلسطينية اسمها سيرل زهربيان، هذا بالعام 1870. تروي لنا ريتشل ويلسون بكتابها أورينتاليزم أند ميوزيكال ميشن عن حفلات موسيقية كانت تعقد في نهاية القرن الثامن عشر في بيوت القناصر الغربيين في القدس في العهد العثماني، وعن العديد من الآلات البيانو التي كانت وصلت لفلسطين في هذه المناسبات. تروي لنا كمان ويلسون عن النظرة الدونية للموسيقى العربية اللي كان ينظر فيها المسؤولين عن هذه البعثات أو المدارس الموسيقى العربية، وكانوا يرى أن الموسيقى الغربية متفوقة على الموسيقى العربية. هذا جزء من كمان النظرة الاستعمارية والاستعلائية اللي كانت موجودة بهذا الوقت. كانوا كمان يعني بينظروا وكأنه الموسيقى هاي راح تهذب هذول الغوغاء. أحد أوائل من تعلم على يد الرهبان الإيطاليين
الفرنسيسكان كان أغسطين لاما من القدس اللي ولد سنة 1901 وتوفى سنة 1980، واللي قام بدوره بتعليم الموسيقى الغربية الكلاسيكية لآخرين، ومن أهم هؤلاء سلفادور عرقيطة اللي لاحقا جوز يسرى الأسرة جوهرية بنت واصل. سنة عرقيطة كان خلق سنة 1914، ويوسف خاشو لاحقا اللي ولد خلق سنة 1927. يوسف خاشو كان موسيقي مهم في الأردن لأنه أسس مع أمين ناصر المعهد الوطني للموسيقى في الأردن بالسبعينات وآخر الستينات، اللي هم كمان عرقيطة وخاشو بدورهم علموا جيل تبعهم هذه الموسيقى، منهم أمين ناصر اللي خلق سنة 35 وريما طرزي سنة 31 والاثنين على قيد الحياة الله يطول عمرهم. اللي نشوف لاحقا دورهم المهم في تأسيس المعهد الوطني للموسيقى في فلسطين في العقد الأخير من القرن العشرين. أغسطين لاما ألف العديد من المقطوعات، ولكن كانت كلها تنصب في مقطوعات لخدمة الكنيسة، وهذا كان الأصل أصلاً من الدور، يعني كان دور الكنائس أن تدرب المسيحيين على أن قد يكونوا في خدمة الكنيسة. عرقيطة راح باتجاه ثاني، أكمل دراسة موسيقية في إيطاليا وكان له دور مهم في نشر الموسيقى الكلاسيكية في فلسطين قبل النكبة، وترك إرث موسيقي كبير كله يعني يصنف ضمن النمط الموسيقي الكلاسيكي الغربي. ورغم استعماله في العديد من المقطوعات والتيمات عربية ومقامات عربية أبرزها مقام الحجاز اللي كتير ما يستعمل في الموسيقى الغربية زي نوع الاستشراق، يعني نوع من الدلالة على الموسيقى العربية، وقد تعلم في هذه المدارس اللي انتشرت في كل أنحاء فلسطين العديد من الموسيقيين الفلسطينيين اللي ألفوا موسيقى بالنمط الكلاسيكي الغربي. نذكر منهم حنا الخل اللي خلق بآخر القرن 19، ولاحقا مارون أشقر في النسوان القديم وغيره. كمان إشي مهم بهذه المرحلة كان نشر كتب موسيقية. كان ملفت ظهور طباعة كتب الموسيقية للمدارس، تأليف الأغاني الخاصة بطلبة المدارس. وهون بشير لكتاب إبراهيم الدواشي، إذا تنتبهوا تحت مطبعة الآباء الفرنسيين في القدس سنة 1928. هذه مجموعة أغاني للأطفال. ذكرت حالي أول واحد ألف للأطفال، طلع قبل بكثير. فمهم هذا الكلام، مهم إنه نلاقي هاي المضبوط الموجود اليوم عندنا هو الجزء الأول. واضح إنه بالطباعة هذا في ثلاثة أجزاء، أنا حاصل على الجزء الأول على الأقل، إن شاء الله نلاقي الباقي. كمان مهم في هذا الموضوع إنه بهاي المرحلة يظهر إنه العرب لقوا طريقة كيف يكتبوا النوتة مع الكلام الموسيقي، فطبعوا النوتة بشكل مرايا. فنطلع على النوتة الموسيقية مكتوبة من اليمين لليسار بدل من اليسار لليمين، والعلامات الموسيقية هي وكأنها مرايا لكيف الموسيقى بتنكتب. وهذا اتبع لاحقا في كل الكنائس البروتستانتية والأنجليكانية حتى اليوم، يعني بتلاقي الكتب هذه موجودة أساس يكون واضح إنه هذا الحرف من الكلمة هو تابع لهذه النوتة الموسيقية. وهذا كان إشي كمان ملفت ومهم بتصور. كمان كان في كتاب المصبوط طلع قبل هذا الكتاب اللي هو طبعه دار المعلمين العرب في القدس اللي كان مشرف عليه خليل طوطح. خليل طوطح لاحقاً كان هو مدير دار المعلمين، ولاحقا صار مدير مدارس الفرنس في قاع باسم مدارس الفرنس في رام الله. مجموعة الأناشيد المدرسية تبعت في القدس سنة 21. في ملاحظتين مهمات في هذا الكتاب. الأولى إنه هذه المقطوعات الموسيقية في هذا الكتاب سنة 21، هذا 21 يعني بمعنى
يعني سنة بعد بداية الانتداب، سنتين بعد نهاية الحرب العالمية، كانت كلها ألحان مش عربية ولا فيها لها مؤلفين، كانت ألحان غربية كتب عليها كلام عربي، واللي كتبها كان الرصافي، شو اسمه، كان موفق الرصافي، معروف الرصافي، اللي هو كاتب عراقي كان مقيم بالقدس في ذاك الوقت، واشتغل طوطح معه على، يعني كان يعزفوا له المقطوعات، هو يكتب كلام موزون على هذا الدور طبعه في هذا الكتاب. وكمان الملفت إذا بتنتبهوا تحت في كلام الإنجليزي جنب الكتاب اللي هو الطابع كان يهودي، يعني يهودي من البلد القديمة، اليهود الفلسطينيين اللي كانوا موجودين هناك، كانت مطبعته مفتوحة من سنة 1890 أعتقد، فكان عادي يعني إنه ما في مشكلة بكيف الناس، ولكن كمان كان الصفحة هاي هيك تعطي نوع من الشعور بهذا الاستشراق، يعني إنه هذه الست اللي قاعدة على العمود هناك بتعزف الهارب. لاحقا كمان التطور كان مهم في موضوع المدارس هاي، انه في مدارس الفرنس كان في استاذ امريكي نشيط جدا اسمه رولا فولي، وصل على مدارس الفرنس سنه 1939، وقام بكثير من النشاطات، اسس نادي فلسطين لاساتذه الموسيقى، ولاحقا جمعيه اساتذه الموسيقى في الشرق الادنى، يعني اكبر كان من فلسطين، كانوا هذول اساتذه كمان اللي موجودين في الأردن وسوريا ولبنان، وأسس مهرجان فلسطين لموسيقى الأطفال، وعقد على الأقل نعرف ثلاث مرات في سنة 41 و42 و43، وكانت العروض تقام في يافا والقدس ورام الله. Second Annual Palestinian Children's Music Festival، هذه تحت قائمة الجوقات اللي جاي من هاي المدن، كانت بما فيها مدن معروفة إنه لليهود، وإذا بتنتبهوا على الخارطة فوق هاي المواقع من جاي هذول الناس، فكان في من الأردن، من سوريا، ومن لبنان غير فلسطين. هذا سنة 42. عكا، عجلون، عمان، بيروت، بيت صحور، بيسان، بيت لحم، بيرة، بير زيت، برقة، قانا، دمشق، البصة، الحصن، طيبة، السلط، غزة، حيفا، يافا، القدس، كفر يوسف، ما عرفش زي كفر، خضر، كرك، لدة، مادبة، نابلس، ناصرة، نصف جبيل، رام الله، الرامة، الرملة، رحفوت، ما كان فيه عرب، صفد، تل أبيب، طبرية، طولكرم، يافا، زبادي. مهرجان جوقات هذا سنة 42، كانت الجوقات كانت جاية من هذه المحلات، والعروض كانت في القدس ويافا ورام الله. رغم هذا الجهد الكبير اللي بذل فيه من قبل هذه المدارس في تعليم الفلسطينيين الموسيقى الغربية الكلاسيكية، ونشوء العديد من المؤلفين الموسيقيين من بينهم، إلا أن انتشار مؤلفات الفلسطينيين بهذا النوع من الموسيقى بقي محدود جدا في ذاك الوقت، والكثير من هذه المؤلفات ربما حتى لم تقدم أو تعزف أمام الجمهور. يعني إحنا اليوم بنحاول نجمع موروث سلفادور عرنيطة الكبير ونعاود نقدمه من خلال الأوركسترات اللي كان يكتب
كثير اشكال منها جوطات والاسلام. كثير من هذه الاعمال ولا مره عمره انعزف، في منه حتى مش موجود، يعني بين اسرته عم تعمل هذا الجهد انها تجمع الماده، وغيره كثير من الناس اللي كمان راحت الماده كليا، كثير منها ضاع بعد وفاه الوالد فيها. بس القيمه الكبرى من هذا الموضوع كانت انه نشأ جيل الموسيقي المتذوق للموسيقى، لاحقا نشوف انه سيخرج من سيؤسس لاحقا في نهايه القرن لحاله موسيقيه متطوره من خلال المعهد الوطني للموسيقى، لانه هو استمرار لهذه البدايه. الموضوع الثاني اللي احكي عنه في موضوع ما اثر بشكل اساسي على المشهد الموسيقي في القدس في فلسطين في هذاك الوقت، كان في القدس تأسيس إذاعة فلسطين هنا القدس، هذه فرقة الإذاعة، هذه كانت دعوة دارة الفنون في الإذاعة. هذه الإذاعة تأسست سنة 1936، كانت إذاعة بريطانية، أسسها الانتداب البريطاني، وكانت تبث بثلاث أقسام مختلفة، عربي وعبري وإنجليزي. بالبداية كانوا يتناوبوا على الساعات، بعدين عملوا برنامج أكثر منفصل، فصار في برنامج على أكثر من موجة، فصار في برنامج عربي لحاله وبرنامج عبري لحاله وإنجليزي ما بينهم. صارت هذه الإذاعة تشتد بالموسيقيين من الأقطار العربية المجاورة من أجل بث أعمالهم أو تسجيلها. الجدير بالذكر أن معظم الموسيقيين في ذلك الوقت لم يقرأوا النوت الموسيقية، فكانوا يتداولون الموسيقى بالطريقة التقليدية الشفوية كحال الموسيقى العربية بشكل عام. برز في هذه الفترة الملحن يوسف باتروني اللي كان قد تعلم أصول الموسيقى الغربية ولكنه كان ملحناً في الموسيقى العربية أيضاً. وكلت له مهمة تعليم الموسيقيين الآخرين كتابة وقراءة النوت الموسيقية على الأسس الغربية. ويظهر أن الباتروني كان شخصية موسيقية مهمة جدا، فهو من القلائل في ذاك الوقت الذي درس الموسيقى الكلاسيكية الغربية واستفاد من علومها وطبقها في مؤلفاته من مقطوعات موسيقية وأنشيد وأغاني عربية بثت بشكل كبير في إذاعة القدس ولاحقا في إذاعة رام الله وإذاعة عمان اللي أصبحت إذاعة الأردن. كمان من أهم الموسيقيين اللي برزوا في ذلك الوقت كان روحي الخماش، أظن هو اللي قاعد قدام عود. اللي ولد سنة 1923 في نابلس، هذا روحي الخماش وهو صغير. ومحمد غازي، وكمان برز يحيى اللبيبيدي اللي هو كان مدير القسم الموسيقي في إذاعة القدس. يحيى السعودي اللي كان خلال سنة 1905، ورياض البندك. كان جزء كبير من موسيقى هؤلاء المؤلفين في ذاك الوقت قد ضاع بسبب عدم تسجيله، حيث كان في كثير من الأحيان يتم من بث الإذاعي مباشرة بدون تسجيل. يعني هذه الفرقة شايفين هذا الميكروفون اللي فوقهم، هذا هو، كانت تقعد الفرقة هناك تعزف ويبثوا مباشرة عبر الأثير، انتهى الموضوع. لاحقا ربما كانت تسجل بعض الاعمال، فمش دائما مش كل عمل كان يبث هو كان يسجل. فالتفاصيل هاي بالضبط قديش وكيف وهذا مش معروف لحد الان. ولكن كانت الاذاعه يعني تستقطب مجموعه مهمه من الموسيقيين العرب اللي كانوا يجوا عشان يبثوا او يسجلوا. وهذاك الوقت كان في إذاعة القاهرة اللي كان برضه الإنجليز أسسوها قبل بسنة أظن من هذا التاريخ أو بعد بسنة من هذا التاريخ، فما كان في إذاعات يعني كثيرة اللي تقدر توصل إلى عبر الأثير أصوات الموسيقيين. لاحقا الإسرائيليين لما احتلوا القدس بعد 48 استولوا على الإذاعة بكل أقسامها طبعاً، وما بنعرف نحن إنه استولوا على الأرشيف اللي كان موجود،
الأرشيف المسجل والأرشيف اللي كان على الاسطوانات، كل هذا الأرشيف صار بإذاعة إسرائيل. رغم ذلك العديد من أعمال هؤلاء المصريين تم تجميعه لاحقاً، خاصة بعد ما هاجروا من فلسطين بعد النكبة. وجدير ذكر أيضاً أن هذه الإذاعة التي كانت تمثل الأغاني العربية بنمط الموسيقى العربية التقليدية كان لها رواج كبير بالأوساط الشعبية الفلسطينية، التي كان الرجال منهم عادةً ما يجتمعون حول المذياع في المقاهي العامة للاستماع لهذه الموسيقى، فلم يكن المذياع في ذاك الوقت قد دخل إلى كل البيوت في فلسطين. يعني كان بعض الراديوهات موجودة، كانت المقاهي اللي كانت ملتقى مهم للناس، كان بهذاك الوقت كلياً للرجال بشكل عام، بس كانوا يتجمعوا بالمقاهي ويستمعوا للموسيقى هناك، لما كان كل واحد عنده مذياع ببيته. مؤثر كمان مهم بهذيك المرحلة كان مدرسة بيرزيت اللي انشئت سنة 28. مدرسة بيرزيت كانت مدرسة وطنية خاصة، وطنية بمعنى مش يعني حكومية، ولكنها مش مدرسة تبشيرية دينية. أسست عائلة ناصر سنة 28، نبيها ناصر بالتحديد، وكانوا كتير بيهتموا في موضوع الموسيقى بشكل خاص، فوظفوا كل من كان موجود بهذاك الوقت ليعلم موسيقى، ولكن معظمه كان بإطار الموسيقى الكلاسيكية الغربية. وظفوا يوسف بتروني، سلفادور عرنيطة، أغسطين لاما، ميري صلاح، يوسف خاشو، حنا خشدوريان. حنا خشدوريان كان من حارة الأرمن، لاحقا هاجر لأرمينيا وصار موسيقي مهم هناك. كانت العديد من العروض الموسيقية تؤدى في مدرسة بيرزيت سنوياً باشتراك جوقتها وبعزف مرافق من قبل عازفين من الأوركسترا الفلسطينية. لما بقول أوركسترا فلسطينية، هي كانت تابعة لإذاعة فلسطين. كان في موسيقيين بالإذاعة، هذول الموسيقيين كانوا بالقسم الشرقي، كان في موسيقيين كمان بالقسم غربي، كان هذا فيه خليط. المعظم كانوا يهود مهاجرين، وكمان بالقسم الشرقي كان في يهود شرقيين مهاجرين بمرحلة معينة، بعدين لأسباب توتر، بداية التوتر السياسي عادوا انفصلوا، ما عادوش يطلوا مع بعض. كان في عازف عود عراقي يهودي مهم في هذاك الوقت، عادوا انفصلوا ما كملوش. لما كانوا بتروني كان يجيب الموسيقيين من الإذاعة الفلسطينيين كلهم على بيرزيت يعزفوا بالحفلات مع الجوقات هناك. تبلور في بيرزيت يعني اسلوب موسيقي خاص بفلسطين، كان على غرار اناشيد الحان، تلحين الاناشيد بهذاك الوقت كانت رائجه، الحان الاخوان الفليفن. فهنا كان في تجربه مهمه من ضمن الناس اللي كانوا يألفوا بفلسطين، نحكي عنهم لاحقاً بهذا الإطار. في شمال فلسطين كان هناك تطور ملموس أيضاً عم بيحصل في الموسيقى، وبشير هون لمجموعة من الموسيقيين اللي أسسوا نادي اسمه نادي الموسيقى الشرقية. كان هذا على غرار نادي بنفس الاسم في القاهرة أسسه سامي الشوّر عندنا. كان من الأسماء المعروفة حكمة شاهين، اللي هو والد سيمون شاهين، إذا حدا بيعرف سيمون شاهين عازف العود المهم. حكمة شاهين من ترشيحة، حليم الرومي اللي هو والد مجد الرومي. كمان أسماء أخرى كانت ناصف عرموني، الياس الناشف، وجميل الديك، نعرفش كثير عنهم معلومات، بس هذه قيد البحث. كمان كان في عوامل خارجية أثرت على الموسيقى بفلسطين، رغم انه افتتاح معهد فؤاد الاول للموسيقى العربيه في القاهره عام 22 ما كان موضوع فلسطيني، ولكنه اثر على الموسيقى الفلسطينيه، لانه مجموعه من الموسيقيين راحوا تعلموا بهذا المعهد بشكل خاص، روح الخماش ومحمد غازي تعلموا في المعهد ورجعوا على فلسطين، بالتالي اصبحوا يعني موسيقيين محترفين باطار الموسيقى العربيه.
كمان نظر على هذا الحالة نشوب مدارس معاهد موسيقية هي مش خارجية ولكن بالقدس بالتحديد وبيافا على يد المهاجرين اليهود بالتحديد الألمان. فبالسنة 1910 في يافا، سنة 1911 بالقدس تأسس مدارس موسيقية كانت معظمها تدار من أساتذة اليهود، جزء بسيط كان، حتى الطلاب كانوا معظمهم يهود. كان 90% يعني لاحقا سنة 30 تأسس الكونسرفاتوار الفلسطيني للموسيقى، كان اسمه الكونسرفاتوار الفلسطيني للموسيقى والدراما، لاحقا صار أكاديمية القدس للموسيقى إسرائيل اسمه. كان 90% من طلبته هم من اليهود و10% من الآخرين، جزء من الآخرين كان العرب، كان نسبة قليلة، كمان كان فيها أجانب، و70% كانوا أساتذة يهود، هدول من اليهود اللي كانوا عم بيهاجروا لفلسطين. لما بقول هذا أثر لأنه مجموعة من الموسيقيين من الشباب الفلسطينيين راحوا درسوا هذاك الوقت في هذه المعاهد، زي ما شفنا انه كان سنة 21 اشي عادي انه يمكن ينعمل كتاب بمطبعة اليهودي، ما كان في مشكلة بهذاك الوقت. صارت امور تتصاعد بعد ما وصلت لل 48، يعني بهذا الوقت زي ما كمان ذكرت انه كان في يهود شرقيين بيعزفوا مع التخدش العربي، وكان في عرب بيعزفوا مع الاوركسترا الغربية، لكن شوي شوي تباعد وانفسخ. كمان كانت الرسوم عالية بهذه المعاهد، بالتالي يعني فقراء الناس منهم كثير العرب ما كانواش قادرين انهم يتعلموا هذه المعاهد، بس اللي تعلموا تركوا اثر واثروا على يعني الحالة الموسيقية بهذه المعاهد. الموسيقى على اثر النكبة ومع بعضها، بعد 48 تهجر كثير من الموسيقيين الفلسطينيين زي باقي الشعب الفلسطيني إلى دول الجوار، وأسس العديد من هؤلاء حياتهم الموسيقية فيها. فذهب روح الخماش إلى العراق، ورياض البندك إلى سوريا، ثم إلى مصر، محمد غازي وسلفادور عميتا إلى لبنان، والعديد من العازفين إلى عمان، كذلك فعل كثير من الموسيقيين الفلسطينيين الآخرين. انتقلت إذاعة فلسطين بالأول إلى رام الله، ثم أصبحت جزء من الإذاعة الأردنية بعد ضم الضفة الغربية للأردن عام 50. رغم أن الإذاعة الأردنية بقيت جزئياً في القدس تحديد للبرنامج الإنجليزي القدس العربي، إلا أنه بحلول عام 58 أصبحت الإذاعة كلياً في عمان في أم الحرام، تأسس الإذاعة الأردنية كلياً. هذا بالطبع أفقد القدس الدور المركزي اللي لعبته في الموسيقى العربية خلال 12 سنة لسقطة النكبة. بقيت مجموعة قليلة من الموسيقيين والمؤلفين في فلسطين بعد زوال حالة الشلل اللي حلت بنواحي الحياة المختلفة منها الموسيقى. استعاد بعض من هؤلاء الموسيقيين المبادرة وعادوا لتأليف الموسيقى. لعبت مدرسة بيرزيت مرة تانية، أصبحت كلية بهذاك الوقت دور موسيقي مهم في زمن ذكرت النشيد الموسيقي. كان الثلاثي الموسيقي يوسف بترومي وريما طرزي اللي كانت قد تتلمذت على يد سلفادور عميطة وحنة خشو دوريان، كانت درست البيانو في فرنسا، وأمين ناصر اللي تتلمذ على يد عميطة وخشو وصلاح قبل أن يكمل دراسته في ألمانيا. شكلوا هذول الثلاثة ثلاثي يعني مهم لتأليف الأناشيد الوطنية اللي حاكت حالة التشرد وحاول شحن الهمم. كان وجود الشاعر الشهيد كمان ناصر وإنتاجه الوزير أهمية في رفض هؤلاء الملحنين الأشعار الوطنية. هذه صورة خاصة جداً لهؤلاء الأربعة. من اليسار هناك أمين ناصر، ريما طرزي، بتروني، وكمان ناصر. هذه الصورة مأخوذة في فندق جراند برمال بعود. يعني هذه هيك يكون بأول الخمسين.
في فلسطين المحتلة ركز الموسيقيين الضايلين هناك على الموروث الموسيقي وعلى ترداد الموسيقى الآتية عبر الأثير من العالم العربي وعلى الفولكلور أيضا. هذا ما يبدو كان المسموح فيه لأنه كانوا هم طبعا تحت الاحتلال العسكري ما بين 48 و 67. من غير المعروف أنه كان هناك إنتاج موسيقي خاص في هذه الفترة، ولكن ما وجد كان التركيز على الموسيقى الطربية، يعني عشان هيك صار في حالة هناك في الجليد خلينا نقول بشكل خاص إنه في تركيز كبير وفي موسيقيين كتير من الموسيقيين اللي تشربوا الموسيقى عبد الوهاب، موسيقى مصرية بشكل أساسي وموسيقى لبنان أيضا، وركزوا كتير على الفولكلور اللي ما بي يعني كمان ما كان بيعملهم يظهر بهذاك الوقت مشاكل. مش واضح ليش ما كان في موسيقى أو أغنية ثورية بتدور بهذاك الوقت يعني مباشرة تحت الاحتلال. ربما كان يعني رجوع للأساس والجذور كان حالة صعبة في هذاك الوقت، لما في محاولة لمحو هذا التجمع وهذه العروبة من هذا الداخل. فكمان التمدرس حول الموسيقى العربية حتى لو ما كانتش سياسية كان متصور هو موضوع مهم، كذلك الفولكلور يعني زجالين لحد اليوم، عازفين مجوز ويرغول من الحملاء لحد اليوم أكثر من هو كان في الضفة الغربية أو في غزة. أمشي بسرعة شوي هلا بعدها عشان نترك مجال إذا حد يحب يسأل أو تفتح باب النقاش. بعد النكسة يعني مقولة موسيقية جديدة، بعد 67 صار في تغير، صار في موسيقى من نوع آخر في فلسطين. كان في تأثر من الموسيقى اللي عم تطلع من العالم العربي، الموسيقى السياسية اللي عم تطلع من العالم العربي، كان من الشيخ الإمام عمر سيد خليفة وأحمد قعبور في فترة أو رحابنة. بأوائل السبعينات برز مصطفى الكرد وفرقة البراعم بأغنية سياسية جديدة. في سوريا أسست منظمة التحرير فرقة رسمية وهي فرقة العاشقين، كان الموسيقي حسين نازك اللي كان تتلمذ على يد يوسف خاشو كان له دور أهم في رفض الفرقة بالإلحان. كانت كلمات الشاعر أحمد ضحبور مناسبة لهذه التجربة الفريدة. هنا في تجربة حسين نازك بالذات يمكن تلمس معالم شخصية جديدة للموسيقى الفلسطينية المعاصرة، حيث استخدم نازك الموسيقى الشعبية الفلسطينية بذكاء وطعمها بما تعلمه من الموسيقى العربية التقليدية، واستفاد من العلوم الموسيقية النظرية اللي تعلمها من خاشو، فأخرج نتيجة مهمة كانت لها صدى كبير بالشارع الفلسطيني. كذلك بالشتات برز المغني الشعبي إبراهيم صالح معروف بأبو عرب، مهدي أبو سرداني اللي كان ملحن رئيسي بإذاعة الثورة اللي كانت تبث باسم منظمة التحرير من القاهرة. تبع ذلك في الثمانينات تجارب أيضا مهمة، تجربة موسيقية أخرى كانت مهمة كانت تجربة فرقة صابرين بملحنها سعيد مراد ومغنيتها الأساسية كمية جبران. هون أيضا ممكن تلمس بدايات موسيقى ذات شخصية فلسطينية لا تشبه غيرها. استفاد مراد من موروث الموسيقى العربي والعالمي على حد سواء لإنتاج نوع جديد من الموسيقى وتوليفة أداء جديدة أصبحت لها صوت خاص بها، صار بخطاها العديد من التجارب الفلسطينية الأخرى خاصة بفرق الرقص التي كان يلحن لها مراد. كان الشاعر الراحل حسين برغوثي مزود أساسي لصابرين بكلمات الأغاني. استمرت هذه التجربة إلى أن انفصلت جبران عن الفرقة عام 2002. استمرت صابرين كمؤسسة تربوية تعرف في التربية الموسيقية والإنتاج. فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية رغم أنها فرقة رقص شعبي إلا أنها كمان تجربتها الموسيقية خلينا نقول تجربتها الموسيقية القصيرة نسبيا معي أنا شخصيا. وكمان أنا تتلمذت على هذه السلسلة الموسيقية الغربية على يد أمين ناصر اللي تعلم عن سلفادور عميطة اللي تعلم وهكذا. رغم أنه ميولي بعدين راح لكلية الاتجاه الموسيقى العربية،
كمان كانت تجربة مهمة باعتقادي. العمل بالتحديد اللي حنته لفرقة فنون سنة 89 في الانتفاضة الأولى عنوان مرش بالعمل، باعتقادي أرسى كمان لبنات أولى لما يمكن تأسيس عليه في دولة ماهية الموسيقى الفلسطينية، زي مثيلتها تجربة حسين ناصر مع عاشقية. كانت كلمات المستمدة كمان بهذه الفرقة كلها من شغل وسيم الكردي، الشاعر وسيم الكردي موجود معنا كمان هون اليوم، اللي برع في استلهام التراث الشعبي وتقديمه بأشكال جديدة. ففلسطين 48 كمان برز بهذاك الوقت مجموعة من الشخصيات الموسيقية المميزة، كانت ريم بلن واحدة منهم وفرقة يعاد أخرى. بعد الانتفاضة الأولى المضبوط كان في تحول جدي. التحول هو ما كانش موسيقي. في الانتفاضة الأولى أنتجت مجموعة أعمال موسيقية كانت كلها بالأساس ألحان فولكلورية يكتب عليها كلمات سياسية مباشرة أو كلمات تحريضية مباشرة ثورية لتحرك الشارع. فكانت الأغاني هذه تغنى بالمظاهرات، فما كان فيهم تأليف موسيقي جديد بهذه المرحلة، وكان مرحلة صعبة بالطبع لأي حدا يقعد يألف، يعني لأنه يعني كان صعب الناس تتحرك من مكان للتاني، كان صعب إنه الناس يعني تقعد تفكر وتنتج موسيقى. كانت التسجيلات اللي عم بتصير كانت بتصير بشكل سري، استوديوهات كانت يعني يسمى تحت الأرض، مش بالضبط تحت الأرض بس يعني مخفية مش معلنة للناس، مش معروف وين هاي الاستوديوهات كانت تسجل. الأهم شيء اللي طلع من هذا الحالة إنه الشعور بالحاجة اليوم لوصول لمرحلة إنه نحن قادرين اليوم نحقق انتصار ونحقق بناء الدولة، فكان هذا هو الشعور، وهذا أدى بهذاك الوقت لإطلاق تأسيس المعهد الوطني للموسيقى سنة 91. أخذ قرار إنه الآن إحنا يعني كان نص الانتفاضة هذا، إنه الآن إحنا على يعني بدنا نبلش نأسس لهذه الدولة، فتأسس المعهد الوطني للموسيقى اللي كان له لاحقا دور مهم في الحياة الموسيقية الفلسطينية، والأسسوه هم ناس كانوا كمان مرة جايين من هذه السلسلة تاعت الموسيقى الغربية، رغم اللي كانت ريما طرزي وأمين ناصر وسلوى تابري ونادي عبوشي وأنا، رغم أنه كان بدايته خجولة يعني بمجموعة صغيرة من الطلاب في علية مبنى في المعلم مجلس جامعة بيرزيت، طبعا احتضنت جامعة بيرزيت من البداية، إلا أنه يعني مقلبت أنه انتشر وكان انتشاره واسع، فأصبح عنده غير من مركزه في القدس له فروع في رام الله وبيت لحم ونابلس وغزة. من أهم إنجازات المعهد الوطني باعتقادي كان هو موضوع الاهتمام ونشر الموسيقى العربية، وأعطى ثقل مهم للتعليم الموسيقى العربية وعادة إحياء أشياء اللي كانت ميتة، كان قوالب أو آلات. يعني في هذيك الفترة في الضفة الغربية كان في صفر عازفين قانون، أول طالب قانون تعلم في المعهد كان على يد أستاذ عود، وبالتالي هو أصبح أستاذ القانون الأول، والآن في أكثر من 100 طالب قانون. لما نقول 100 طالب قانون معناته 100 آلة قانون اللي كانش في حدا يصنعها، وهكذا. تبع إنشاء المعهد طبعا تأسيس مجموعة من المدارس الموسيقية اللي ساهمت مجتمعها بلا شك في تغيير مشهد الموسيقى في فلسطين. من أهم هذه المدارس برز معهد مانيفيكا في القدس التابع للرهبة الفرنسيسكانية، واللي ممكن يعتبر الواحد انه هذا استكمال كان لما بدأوا الرهبان ببداية القرن مع أوغستين لاما لما أسسوا المعهد في نهاية القرن، كان بنفس الرؤية انه بدهم موسيقيين للكنائس، بس كانوا عم بدربوا لحد الآن بدربوا موسيقيين على مستوى مهارة عالي، كما برزت مؤسسة الكمنجاتي في رام الله وبيت الموسيقى في شفا عمر، وهذا من المعاهد اللي بتعلم الموسيقى بشكل جيد وبتغني المشهد حالياً بفلسطين بشكل عام.
مهم هون كمان نشيل بروز مؤسسات في الداخل والشتات كمان غير تعليمية، ولكن اهتمت بالموسيقى وبموروث الموسيقى الفلسطيني وأثرت على المجتمعات الفلسطينية بالخارج والداخل. من هذه المؤسسات أذكر جمعية الحنون وفرقتها هون في الأردن. كمان في العقد الأخير من القرن الماضي يعني بالتسعينات تم تأسيس العديد من المهرجانات الموسيقية اللي أصبحت تشكل منبر مهم للأعمال الموسيقية الفلسطينية. كان أبرزها في البداية مهرجان فلسطين الدولي لأسسه مركز الفن الشعبي، مهرجان القدس أسسته مؤسسة يبوس، وتبع ذلك بروز العديد من المهرجانات التي لا تزال تساهم في النهضة الموسيقية الفلسطينية إلى يومنا هذا. في القرن 21 نتيجة لدور المدارس الموسيقية العديدة اللي انتشرت في فلسطين، ظهر العديد من المؤلفين والموزعين والموسيقيين الشباب. كما أدى ظهور العازفين المحترفين إلى تشجيع المؤلفين والموزعين على إنتاج والتأليف. برز العديد من المؤلفين ذو شخصيات موسيقية مميزة غير تجارية، نذكر منهم سيمون شاهين، هذا طبعا كان هذا من قبل القرن 21، ولكن تصاعد الأعمال سيمون شاهين، خالد صدوق، حبيب شحات، عيسى بورو، سعادة الجمال، ثلاثي جبران، أحمد الخطيب، محمد نجم، وكثيرون آخرون. واللي بشكل الخليط الموسيقي لإنتاجهم لا شك معالم الشخصية الموسيقية الفلسطينية في القرن 21. كما أن هناك العديد من المغنين والمغنيات والعازفين غير المؤلفين الموسيقيين اللي ممكن يعتبروا أساسيين في المشهد الموسيقي في القرن 21، حتى لو لم يؤثروا في توجه التأليف الموسيقي الفلسطيني، إلا أن أداهم وحضورهم دور مميز، بيأثر على مسار التأليف الموسيقي والصوت الفلسطيني الموسيقي في الساحة الموسيقية المعاصرة. من أهم هؤلاء عازف الإيقاع يوسف حبيش، مغنين رين تلحمي، سناء موسى، دلال أبو آمنة، أمل مرقص، محمد عساف، نايب الغوتي. كذلك ظهر تجارب وطنية فريدة من نوعها، زي أوركسترا فلسطين الشباب اللي أسسها معهد الوطني للموسيقى سنة 2004، وأوركسترا الوطنية الفلسطينية أسسها المعهد سنة 2011، اللي أضافت إضافة نوعية على المشهد الفلسطيني وأخذته للعالمية. إضافة لذلك، قد تأثر الموسيقيون الفلسطينيون الشباب منذ بداية القرن الحالي بأنواع جديدة من الموسيقى، أهمها كان الراب والهيب هوب ذو الوصول الأمريكي، وظهرت فرق كثيرة تؤدي هذا النوع من الموسيقى، وإذ لم تكن في معظمها ذات مستوى موسيقي جيد، لأن مجموعة من هذه الفرق أتقن وأبدع في التعبير عن ذاته واشتهر. من أهم هذه الفرق ربما كانت فرقة دام من الليد. وكذلك نشأت في بداية القرن هذا أيضا نوع جديد من الموسيقى، ألا وهو الأناشيد الإسلامية ذات تعدد الأصوات. كان ذلك بتأثير من موسيقيين إسلاميين غربيين استعملوا علم التوافق الصوتي الموسيقي بمعنى الهارموني وأدخلوا على الإنشاد الإسلامي، لكن هذا النوع من الإنشاد بقي محصور في الحركات الإسلامية في فلسطين ولم ينتشر لعامة الناس. بالنهاية فيمكن للدارس أن يتلمس بداية تبلور معالم شخصية جديدة للموسيقى الفلسطينية بعد تراكم تجربة عبرها أكثر من قرن من الزمان. وتلخص هذا الخليط الموسيقي المتنوع الذي يربط العديد من التجارب ورؤية مشتركة وصوت مشترك يمكن للمستمع أن يتعرف عليه كصوت فلسطيني ذو بعد عربي يسعى لبناء شخصية خاصة به بعيدة عن الحركة الموسيقية التجارية العربية، صوت موسيقي ثقافي عربي ذو طابع فلسطيني مميز. وشكرا. متأسف إذا طولت كثير. إذا في حدا عنده أسئلة أو مداخلة أو بحب يحكي شيء. تحصيل استعراض جميل وكثير مهم معرفة تاريخ الموسيقى وبالذات القديمة اللي احنا كثير منها ما بنعرف عنها واللي مهم نعرف عنها أكثر. الحقيقة بس يعني من ضمن الناس اللي انت ذكرتهم مش عارفة يمكن لازم نذكر اسم خالد جبران. صحيح.
يعني كحل أثر موسيقي ملحن يعني ساهم في تدريب يعني عشرات الطلاب أولا عندكم في معهد الموسيقى زائد إنه مؤلف موسيقي هاي يعني واحد منهم. تنين مش عارفة إذا كان مهم نذكر التجارب الموسيقى المستقلة اللي شارك فيها أو أسسها فلسطينيين موسيقى مستقلة وزائد اللي هو في الموقع الموسيقي اللي أسسه برضو فلسطينيين اللي هو اسمه معازف بعرفش إن كان متعرف طلع عليه ولا لا اللي هو مجلة موسيقية مجلة للنقد الموسيقي فهذا شيء مهم معازف دوت كوم يعني للي ما بعرفش يعني كتير حلو شو هذا فيلم اللي دور معازف دوت كوم معازف يعني كلمة عربية بس تكتب إنجليزي M A معازف 3 E F دوت كوم اللي هو يعني لأول مرة بيكون في مجلة موسيقية إلكترونية مش موسيقية هي مجلة للنقد الموسيقي لأنه بتقدم كل طبعاً هي بس مش توقف على التجارب الفلسطينية هذا الشيء مهم إنه الفلسطينيين هلا صاروا جزء من المشهد العالمي وهذا كتير شيء مهم يعني بيقدموا تجارب بكل مختلف العالم فيعني إنه حلو إنه نضيف شوية أشياء يعني للمشهد خلينا نقول الفلسطيني اللي عماله بيحط ايديه على رجليه على الارض وبيوصل بيحلم يوصل لافاق اعلى واعلى ليوصل للعالميه. شكرا لك. خالد شكرا لك هذه بصمات مهمه على تعليم الموسيقى لاحقا على التاليف ولكن اكثر بالتعليم يعني كان مهم في يعني تاسيس القسم الموسيقى العربيه في المعهد الوطني وبالتالي اسس مجموعه من أنشأ مجموعة من العازفين اللي جدا مهمين نعم صحيح تفضل. المؤرخ أحمد خليل بشكرك أول شيء على ذكرت الوطن الفلسطيني وجلال الآلات الموسيقية في أعتقد صار تشعب أنا أوقف عند الجمل الأولى اللي ذكرتها الآلات الموسيقية لا تزال لحد الآن هي العربية يعني استمرارية الاعتزاز بالعود مثلا في منطقة نابلس يعني نمل تاريخي فما بعرف التشعب أخذنا بعيد وبدي يصير عصر فكري يعني أنا صار للأسف وصلت لنا مزامير داوود بدي أسألك عنه بس ما فهمتش يعني بدي أسألك عن التراث اللي قبل 3000 سنة أثناء ملود العبرانية من يعبر ويحبك فما بعرف يعني أنك أنت تشوشت شويه يعني هو كان الاستعراض لمشهد هو مش تركيز على نوع معين من الموسيقى وفي كتير يعني كل موضوع ممكن يكون في بحاله بحث يعني أو بمرحلة معينة يكون بحاله بحث ف يعني بأي حال احنا منعرفش عن التاريخ القديم كتير حتى هو مش تاريخ قديم يعني انا بقول ما قبل 1850 يعني ما في لحد الان موضوع بحاجه لدراسه جديه حتى عربيا يعني المعلومات هيك قليله يعني انا بنعرف عن زرياب يعني قصه خلص بصير بعدين مرات بتعرف معلومه بتصير اسطوره يعني بتفكر انه صار ما بتعرفش انه بالضبط ومرات بتحكي عن موسيقيين عازفين انت مش عارف بالضبط انت مش سامع هذه الفرقه اللي هي موجوده هنا بالصوره هل هذه كانت فرقه يعني عن جد جيده مقارنه مع شو الفرق اليوم مثلا ولا شو وضع المستوى يعني مش عارف هل المعلومات مش كثير متوفره الان بس الموضوع كله بحاجه لبحث نعم للمسيح ننتقل للمسيح دائما بلفت نظري اذا بتطلع على النصف الاول من القرن العشرين وبديش أصل لحكم يعني متسرع وربما يحتاج إلى يعني بحث ليه الموسيقى الشعبية قدرت تحمل الأغنية الوطنية
أما الموسيقى الكلاسيكية بدل تستحمل الأغنية الوطنية، هل هذا له علاقة بالطبقة الاجتماعية اللي حكت الموسيقى بالمحل وبارتباطها بالإذاعة الرسمية الوطنية بالمحل الثاني؟ أنا باعتقادي أول شيء طبيعي إنه الموسيقى الشعبية تحمل أغنية يعني سياسية، طبيعي هو يعني مسج مع بعضه نوعا ما وطالع منه. الموسيقى الغربية إذا أنت بتنتبه إنه الناس اللي وراء بشكل عام وراء الموسيقى الغربية هو الاستعمار يعني والمدارس التبشيرية اللي هدفها غير وطني، هدفها شيء آخر يعني. فأنت هون في تصادم يعني، أنت عم تعمل موسيقى اللي بدها تطلعك تنزعك من مكانك يعني من ثقافتك. ف يعني هل هذه مطلوب منها توصلك لهناك؟ لا. هلا الحاله الوحيده اللي كانت موجوده هي حاله برزيت ربما اللي حاولت تطلع من هذه الموسيقى الغربيه لاناشيد على محل فلسطين. هلا طبعا في محلات ثانيه نفس الشيء صار يعني بلبنان، انا تقديري انه نفس الشيء صار كمان، ادخلت الموسيقى مع الاستعمار الفرنسي والمدارس الفرنسيه والى اخره، وفي ناس راحوا باتجاه كلاسيكي كليا، في ناس حاولوا يستفيدوا من هاي التجربه ويقدموا الموسيقى الوطنيه بهذا ضمن مع هذه المعلومات. عشان هيك انا كنت عم بركز حاول اركز بموضوع تجربه حسين نازك، الموضوع بحاجه الى كثير اكثر الكلام، لكن حسين نازك استفاد من مع معرفته بالموسيقى العربيه الجيده، مع دراسته للموسيقى الغربيه ومعرفته بالفولكلور الجيد، وانطلق بالانتاج يعني كان مهم بتصور هذا يعني انك استفدت من هذا الشيء. الناس اللي بيعلم الواحد موسيقى كلاسيكيه فقط عشان يعزف موسيقى كلاسيكيه وعشان يصير بني ادم بين قوسين يعني مش هدفه انه يعني يعبر عن ذاته وعن وطنيته، بل بالعكس ربما كان في قسم من خلينا نقول المسؤولين عن الكنائس الغربيه التبشيريه بيحاولوا ينزعوا بني ادم المسيحي من حالته الوطنيه خلينا نقول، انه انت شو دخلك بالقصه هاي؟ سري ممكن هو شوي استكمال على سؤال وسيم، بس ما سمعتش بالضبط بالبدايه ليش انت استثنيت الموسيقى او الاغاني التراثيه، يعني ركزت على الموسيقى المرتبطه بالمؤلف، بينما اذا يعني اذا بدي افكر بشو يعني الموسيقى الفلسطينيه ببدا من هناك، يعني اذا بدي احكي عن تطور الحياه الموسيقيه الفلسطينيه بتبدا من هناك، بتدخل مؤثرات مختلفه بس بتنتهي بمحل ما زي ما انتهت في التسعينات وال2000 بترد بترجع هناك، فكيف هاي؟ صحيح يعني احنا بدون ندخل بهذا الموضوع شوشنا الزمن. فالموضوع صحيح. انا اخترت يعني انه مش قلت انه بالتحديد يعني هذا موضوع الفولكلور لحاله موضوع بحاجه لتعمق ودراسه. انا نوعا ما حاولت اشوف انه اذا واحد يدرس موسيقى البلد في الموسيقى الفولكلوريه موسيقى الناس كيف بده يدرسها لحالها، ولكن عاده بدرس المؤلفين الموسيقى اللي بألف موسيقى بشوف ايش صار معه هذا وليش ألف هيك وكيف تطور لهيك. هلا بالحاله الطبيعيه في العالم بيكون هذا تطور طبيعي، وتطور له علاقه بالثقافه وبالتطور المكان والالات والوضع البلد الى اخره، يكون تطور عادي. احنا ما كان في تطور عادي لانه جينا من دوله عثمانيه 400 سنه، لا احتلال استعمار انجليزي، لا احتلال صهيوني، لا وهكذا يعني. فكان الوضع صعب وتداخل الناس يعني احنا تداخل الاشكال يعني. لسه انا ما جبتش كمان امثله، كان في فرقه بالثلاثينات بتعزف كمان بالاذاعه مرات، فرقه جاز موسيقى جاز وهكذا يعني. اليوم اذا بتسمع مثلا في شيء طاغي على المشهد الموسيقي شوي، انا حكيت عنه بالاخر اللي هو الهيب هوب او الراب، مليان وكل واحد بحكي له كلمتين موزونات مش موزونات كلمه اجت بيعمل فرقه وبيحطها على اليوتيوب.
هلا هذا التداخل يعني هو صعب، هو يعني صعب انه يكون مشهد. الفولكلور مهم ولكن بحاجه لربما محاضره اخرى لحالها. فانا قلت من البدايه مش لانه في سبب يعني خاص، بس انا مش عم بحكي عن الفولكلور وكيف تطور، بعرفش اذا يعني تطور الفولكلور، مش متاكد. انا هذا موضوع لحاله بده قضيه. يعني احيانا نحن بنعتقد انه هذه اغنيه فولكلوريه وهي بتكونش فولكلوريه، مثلا بكون حدا ملحنها بس مش معروفه ومش معروفة. يعني بزمانات فرقه الفنون لاسباب امنيه كانت ما تعلم انه مين كان يلحن ويكتب والى اخره، لانه اللي كان له علاقه مع هذا الموضوع كان يحطوه بالحبس، فما كان يعلم. فكنا نعمل الموسيقى هاي، فبيجوا ناس بياخذوا هالموسيقى بيستعملوها بيقولوا هذا من التراث الموروث، هي بتكون ممكن كتابه وسيم او تلحيني انا، زي مثلا ما صار مع سناء موسى استعملت اغنيه وعيونها مثلا، هي الحاني بس هلا خلص موروث. لقيت فرقه شو اسمه جوقه اللبنانيه في طرابلس، في جوقه مهمه هنا عملوها على سي دي، حطوا من التراث الفلسطيني. بصير هيك مرات الاشياء، بصير الناس تفكر انه هذا هو التراث وهكذا. هلا هذا موضوع ثاني لحاله بده يعني بحث ودراسه، كيف الفولكلور وتاثير الفولكلور وتاثير بلاد الشام على الفولكلور، فموضوع يعني طويل. في حدا عم بيعمل توثيق للفولكلور يعني بدرسه بطريقه خلينا نقول علميه متسلسله، عم بجمع في محاولات ولكن مش متاكد قديش هي علميه ومتسلسله. في ناس عم بيعملوا دراسه اللي اسمه مؤسسة نوى في رام الله، عم تعمل دراسة مهمة على موروث الموسيقيين الفلسطينيين قبل 48، زي روح الخماش ومحمد غازي، هذا الموسيقى الفنية. والفولكلور يعني في محاولات لدراسات جدية، مركز الفن جمع بمرحلة معينة عدد كبير من الأغاني والتراث من الستات اللي بغنوا في البيوت، من الزجالين، من العازفين. جمعية النعاس الأسرة في جامعة في فترة معينة كانت تجمع كثير بهذا الموضوع. في الشمال كان في مجموعة من الناس اللي جمعت التراث، في ناس جمعوا ألمان في قبل القرن العشرين، المادة مش معروفة. الإسرائيليين عندهم مجموعة من المواد المجموعة بشكل جدي، كان في واحد اسمه لحمان كان ميوزيكولوجيست ألماني يهودي، كمان عمل جمع كثير مهم بداية القرن العشرين. وهذا مشكلة إنه ما عندناش طريقة موصل لهي المادة، بس ربما نقدر نوصل في مرحلة ما. ولكن المهم بهذا الموضوع إنه في كتير جمع، ولكن فيش كتير دراسة معمقة في تحليلية. حاولنا بمرحلة معينة نعمل شيء بهذا الموضوع ولكن ما نجحنا، وبتأمل إنه يصير في هذا الدراسة إنه هذه مهمة. سوري بس أكمل سؤال. لا يومين كان في فرقة الحنونة هون ببلد الفنون، غنوا مفروض يكون يعني انه اغاني فلسطيني فولكلور فلسطيني، لكن كتير كان برأيي انا موشحات. هلا الموشحات بعرفش اذا هو فولكلور، هل الموشح فولكلور؟ لا الموشح عادة يعني هو في تراث مقسوم لقسمين، في تراث رسمي وفي تراث شعبي. التراث الشعبي هو ما بألفه الناس، هو مش معروف في الهوية، يعني ما فيش حدا بألفه، هو يتناقل ويتطور مع الناس. يعني ليش في كذا لحن للدلعونة؟ ما حداش بيعرف مين عمل هذا مين عمل هذاك، ولكن في هاي الأشياء تتطور بهذا الشكل. الموشح هو تقليد فني عربي، في له ناس ألفوا. هلا مرات بيصير تراث لأنه ما بنعرف مين المؤلف، فيكتب عليه تراث إنه هذا جاي من وقت ما كانوا العرب بالأندلس، مش معروف مين ألف. زي قصة هلا بعيونها والفنون، لو ضلينا يعني هيك وضع صار حالة معينة. هلا بهذاك الوقت ما كان في لأسباب أمنية يعني في الأندلس، بس كان لأسباب توثيقية، يعني إنه والله انتقلت هاي الشغلة، ما نذكرش مين المؤلف، ما نعرفش مين هذا، ما كان في كتابة موسيقية، ما كان حدا كاتب اسمه على هذا، ما كان في تسجيل، ما كانش مخترع لسه التسجيل. فبالتالي مش كل شيء بنتقل، في كتير أشياء بتسقط في الموضوع.
غنوا موشحات ما بعرف على أي شكل ليش غنوا موشحات ولكن هذا اللي كنت بدي أقوله بس الحمدوني لما قدم غنوا الموشح لما قدم الصبيه قالت إن هذا الموشح هذا ما يتمش بعديش غنوا طيب معناته هذا هو التوضيح نرجع لبعض صلب الموضوع صلب الموضوع اللي حكينا فيه اليوم انه روح الخماش وكثيرين من هؤلاء الموسيقيين اللي تشوفوهم هم كانوا يألفوا بالنمط الموسيقي العربي عشان هيك انا قلت بالاول ما بتعرف انه هذه موسيقى عربية شو هي جنسيتها بعرفش اذا مهم انه هذا فلسطيني وعم بيألف موشح لانه بهذاك الوقت يعني هو فلسطين وهذاك سوري وهذاك مصري وهذاك كله عم موشح بألف موشح الموشح هو طالب موسيقي عربي معروف اكثر وقت الاندلس وفي طبعا موشحات من حل ولكن يعني عشان هيك لما انا بلشت اقول انه نقول موسيقى فلسطينيه شو المقصود يعني تاريخيا مش عارف لانه ما كان في شيء يعني في حدود هيك الآن أنا بآخر إشي قلته الآن بعد 100 سنة ممكن الواحد يجي يقول أوكي أنا هلا بتلمس إنه بسمع هذه الشغلة ولا هذا شكله من فلسطين ليش؟ هلا هذه عناصر موسيقية بدها بحث آخر إنه ليش بنقول هذا من فلسطين أو شكله من فلسطين حتى بالفولكلور يعني بالغالب لو بسمع أنا هلا عازف يرغول ولا هذا يعني ليش بده يكون فلسطيني؟ إلا إذا أنا بعرف مين اللي بيعزف وكيف طريقته بالعزف بقول آه هذا فلسطيني بس بعرفش قديش مهم انه اقول انه هذا فلسطيني يعني وهذا قوميته فلسطيني لانه يعني ما في خصوصيه لهذا الشيء انه هو صار عازف لانه هو فلسطيني مش هيك نعم اسف تفضل في حاجه انا الحقيقه بدي اقول على شغله مهمه انت اثرتها هلا اللي هي قصه المحقق المؤلف موسيقيا كوبي رايت يعني النقطة اللي قلتها هلا انه في حدا استخدم مثلا لحن إلك هو طب اوكي بس ما هو عارف انه لحن إلك يعني انت في الاشياء الماضية اللي احنا ما عرفناش بين المؤلفين هلا هذه كثير قضية مهمة لانها لها علاقة بحق المؤلف في الكتابة والادب والابداع بكافة اشكاله بالفن التشكيلي بكل شيء انه يعني ولذلك كثير مهم انا ما بعرفش انتم كمؤسسة يعني بحكي على إدوارد سعيد قديش بدي له اهتمام بمسألة حق المؤلف موسيقيا يعني بحكي طبعا بس بحب ألفت النظر برضه في المشهد الموسيقي اللي ساهم فيه موسيقيين جديد في يعني مؤسسة إيقاع للموسيقى البديلة يعني أسست إشي اسمه موقع إلكتروني اسمه أياف أياف اللي هو مكتبة موسيقية اللي هي تعنى بتسجيل بتوثيق حق المؤلف والاهتمام بانه اي لحن يؤخذ لسينما لمسرح لاي فيلم وثائقي لاي شيء ان يعطى ان طبعا انه ينحط الكريدت انه ينحط الاسم زائد انه ينعطى حقوق لانه احنا جزء من مشكله الابداع في عالمنا العربي فلسطينيا وعربيا انه الناس ما بتاخذ حقوقها والناس مش متعوده على انه الادب والخيال والابداع بكافه اشكاله انه يجزى ماديا لانه حتى يقدر الانسان يعيش حتى يقدر يبدع اكثر ما يبقاش على هامش شغله بالابداع فقديش يعني بحب اعرف منك اذا انتم مهتمين بهذا الجانب وشو اذا عمل شيء بهذا الاطار احنا مهتمين جدا بهذا الجانب لانه انا تقديري ما في ممكن يصير تقدم في الحالة الموسيقية أو في حالة الفنون بشكل عام بدون حق المؤلف لأنه راح يضل في إشكال إنه جزء كبير من الناس اللي بدها تشتغل وتعتاش من هذا مش راح تقدر تعتاش من هذه الإنتاج تبعها لأنه إذا كان نجح فبيسرقوه وإذا ما نجحش هو ما نجحش يعني على الشفتين لك الهوى هذا موضوع جدا مهم ولكن طبعا هو قضيه يعني في قضيتين اساسيه في قضيه تشريع في قضيه تطبيق التشريع في الاردن سنه 91 شرعوا الحق الملكيه الفكريه ولكن ما طبق الا بعد 15 سنه ولحد الان يعني شوي يعني مش انه يعني مطبق 100% زي ما بتلاقي محلات ثانيه اللي يعني مش ممكن حدا اللي يسرق او سرق يعني على طول بتقاضى والى اخره فهذا موضوع كمان مره يعني كثير اساسي
في تطور الفنون بشكل عام وعدم وجوده هلا. المشكله انه احنا حاليا ما في من تروح ليشرع فلسطين. فيعني شو بدك تروح تقول لابو مازن والله تمشي لي هالمعامله يعني؟ حق المؤلف الادبي محكوم بالادراج بعرف في قانون يعني اشتغلت عليه وزاره الثقافه زمان ومحطوط زي ما قلتي في الادراج لعل وحتى لو عملوا القانون هلا بدك امتى يطبقوا وامتى يزبط. فانا حاليا اللي بنتجوا موسيقى بعمل هالسي دي اول مره يعني وخلص اذا زبطت بروح الخليلي اللي في واحد بالخليل عنده مصنع وطر ايا كذا الف بنزل على السوق ب 10 شيكل يعني بدينارين اللي هو واذا ما زبطش ما زبطش فما كده هو 10 شيكل. تفضل بس لا تفضل بس سؤالي هل فهمت هو البوستر ترجعته بالاول اي سنه اذا انا تقديري اما واحد سنة ال 31 او سنة ال 35 المعروف احنا انه هذا بالثلاثينات. هلا زي ما مكتوب هون 8 و 9 تشرين اول يوم خميس وجمعة هذول بجوش الا سنة ال 25 او 31 او 36 او 42 واللي هو ما اظنش 42 كانت الحرب العالمية قايمة ما اظنش بال 25 لانه كمان مره ام كلثوم بهذاك الوقت كانت لساتها عم بتغني بطريقه مع ابوها بطريقه اللي يعني انشاد لا مش انشاد ما كانش حتى دخت يعني كانوا لسه على الطبول مش عارف شو. فانا بقدر اكثر انه لانه فيش تاريخ يعني هنا كثير مرات بتصير معنا هلا ومنحط نفترض انه يعني شو ضروري نحط السنه شو بدنا ننزل بوستر هلا عشان الناس تشوف انه بعد اسبوع هذا الحكي فهو ما حطوش هون السنه هلا. ربما طبعا بعد بحث اكثر ربما نقدر نوصل لهذا التاريخ. انا تقديري يا اما 31 يا اما 36 ربما كان 36 اكثر لانه صارت الاذاعه ممكن يكون ارجح بس هي واحده من هدول ومع الصوره يعني بس مش دائما بنستعمل الصوره اللي يعني العمر اللي هذا. ايش محل التحكيم كلثوم؟ الأنسة كلثوم وين؟ محلات خصوصية للسيدات بعدين محلات خصوصية للسيدات بدل فن الشيء في صوت أم كلثوم الملائكي عاد صوت أم كلثوم ما كانش ملائكي بتاتا نزفوا هذه البشرة حتى لا تفوتكم الفرصة ويضيع عليهم الاستمتاع بما واهب الله هذه الفنانة من نبوغ وسحر وفتنة درجة أولى 530 مل درجة ثانية 430 مل تباع في محلات داود الدجاني محمود عكرماوي وعلى باب المسرح زي الآن نفس الشيء. كان عندي بس سؤال إضافي هو يعني ما بعرف صار لي فترة بفكر بهذا الموضوع إنه قديش بتحسن مش بس يعني موسيقى فلسطينية بشكل خاص عربية عامة هي بأزمة بمعنى ما بقى عم بتعبر عن الواقع بس صارت عم تتناقل التراث أو عم تتناقل أغاني السبعينات خاصة بعد معاهدات السلام بعد تراجع الصراع بعد الانقسامات الداخلية بمعنى إنه كثير من جيلي يعني بس مع انه انا مثلا بيت على مرسال وعلى هذا التراث مثلا بس هلا حاليا ما بقدر اسمعه لانه بحسه مش حقيقي بحسه صار ما بيعبر عن الواقع فعندي نفور منه لانه هالقد بذكرني بالحاله اللي نحن فيها. ف يعني قديش بتحس الموسيقى وقتها تصير بس مستندة على الماضي مش عم تعبر بقى عن الواقع قديش بتكون بازمه يعني في أزمة لا شك في أزمة أزمة العلاقة مع مش بس فلسطين أزمة عامة وأزمة عربية في من ناحية يعني هجوم ضخم من رأس المال العربي على الموسيقى التجارية اللي بدها تبيع
والإنتاج في بعض الإنتاجات جيدة على الحال، مش يعني مش عم بقول إنه هذه الإنتاجات سيئة، في بعض الإنتاجات جيدة وحتى مرئياً في إنتاجات سيئة. طبعاً هلا الإنتاجات بدون فيديو كليب ما بتمشي، يعني لازم يكون في إشي مرئي عشان يمشي الموسيقى. ففي أشياء مرئياً كثير منيحة، أوكي، موسيقياً كثير أقل، ولكن كله على بعضه يعني جذاب للبني آدم وبتعاطى معه. هذه الموسيقى يعني ماكلة ويعني صعب منافستها. الآن الموسيقى الأخرى اللي بتعبر عن جد، عن واحد يعني بألف إشي اللي يعني بمر فيه باليوم وبده يحكي عنه وبألفه وبيحكي فيه، لأنه هداك ما له علاقة. هداك في ناس كنت بيجي المنتج بقول له اكتب لي عن هاي، عن الموضوع هذا اكتب له، هو عنده يكون مصافف جاهز كمان مقطوعة شعر، الشعر وأغنية، مش يقول هذه والله مين أعطيها، خذ يا فلان لحنها لبكرة عشان تغنيها فلانة، فبروح بلحن له إياها، بروح ينتج على استوديو، يكون في موسيقيين عازفين بالاستوديو، طبعا في أشياء جاهزة اليوم بالاستوديوهات، إنه في تركيبات جاهزة، في إشي اسمه لوبس، يعني إيقاع والله حاضر إيقاع مصمودي أوكي على كذا بيت مش عارف شو، بعملهم cut to paste على الكمبيوتر، بعمل لي في خط للبيس مكتوب، في خط لمش عارف شو، طيب كيف اضبطها هاي، بجيب في زغاريد جاهزه وفي فقاقيش جاهزه، كل شيء هذا جاهز بالانتاج هذا، واللي قاعد على الكمبيوتر هو بيعمل كل هذا الشغل، اوكي. بعدين بيجي المطربه وبيجي بيعمل عشان يعطيها شويه حيويه، بجيب له مثلا عازف كمانجه منيح، حتى اليوم ما فيش داعي يجيب عازف كمانجه، وفي كمان لوبس جاهزه كمانجات معربه هيك معموله شرقي والى اخره، كل هذا بتركب اليوم بسهوله. والعازفين اللي بيعزفوا هذا الكلام مش ضروري كمان يعرفوا عن شو بيعملوا او شو الموضوع او لمين بيعزفوا، هم بيجوا بسجلوا قبل، يعني حكى لي واحد من كانوا بيشتغلوا هذا السوق، انه بكون قاعدين هيك قاعدين بنلعب طاولة ظهر مثلا برا الاستوديو، بقول له تعال يا فلان دورك تعبي دور الكمانجه، بقول له بشرفك قوم عني عشان بس اخلص هالدق لصاحبه، فبقوم هذاك بيعمل اوكي بيدخل ماشي بيدخل عنك بيعبي هالدور، بحط السماعات بشوف النوتات بيعبي طالع، ملوش علاقة يعني هو بهذا الإنتاج. هذا الإنتاج عادة بتيجي المغنية بتعمل يعني كله هيك مركب اصطناعيا بس مبهر للاستهلاك العام، وهذا استهلاك بده يقلب عشان يبيع، يعني اليوم هذا بكرة هذاك ونشوف وجه جديد ولا آخره. هلا الموسيقى اللي عن جد واحد بألفها إن كانت سياسية أو غير سياسية أو لها علاقة بواحد عن جد بحب واحدة أو بحبهاش وكتب عنها أغنية، مش موجود هذا الكلام أو قليل جدا هذا الكلام. اليوم في أزمة كل واحد مفتش على حاله، فيش إشي هيك مسكنا مع بعض وعم بيودينا باتجاه معين وبيخلينا كلنا نعمل أعمال باتجاه معين. اللي صار بعد أوسلو هو إحباط شديد لكثير من الناس بفلسطين وبخارج فلسطين اللي كانت تتألف بهذا الموضوع. أنا بس بتقديري لحد الآن ما طلعنا من هذه الحالة، رغم إنه في يعني في تجارب، في ناس راحت لكتير بعيد تجرب تجريدياً بتشوف فتش على صوت إلها لحالة، بس كلها نماذج هيك مشتتة ومعثرة، مش موجودة زي ما تقولي كان في حركة بالسبعينات فيها الشيخ إمام ومرسيل خليفة وأحمد قابور وإلى آخره وإلى آخره وناس وما كان. هذا الشيء مش موجود اليوم، واللي انت بتقولي مظبوط، يعني اليوم حتى مش عارف شو الموسيقى، لا فعشان هيك في مليان موسيقى، بس في ناس بتعبر عن حالها، في ناس عم بتعبر حالها من خلال الراب، اوكي، في ناس بتعبر حالها عن حالها بخلال انه ترجع تالف بنمط شرقي، في ناس بالنسبه لها انه تعيد الموروث وتغني هو انها عم بتحافظ عليه وبالتالي هذا جزء من دورها. ففي اكثر من شغله، ولكن عن جد هل هو بيعبر؟ نحن في ازمه، نعم مش عارف، ما شاء الله اكثر من هيك. شكرا كثير لحضوركم، شكرا استاذ سليم، شكرا لكم. يعني متاسف انه تنتهي الامور على انه نحن في ازمه يعني. بس انا بقول كمان مره انه يعني كل هالشيء هذا في شيء اللي ممكن يؤشر لمستقبل واعد للحركه الموسيقيه فلسطين، لأنه اللي صار خلال 20 سنة الماضيين من بناء قدرات موسيقيين وموسيقيين مستوى عالمية، هذا بيأسس لشيء مهم ربما بعد 50 سنة يكون الحالة جدا مختلفة. شكرا كثير.